ايوه قل تم 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 على ايه؟ قل تم على ايه؟ قل تم واسكت. هو ايه اللي تم وخلاص وكده؟ يا اخي لا لسه تستفسر. انا حر مش هتمتم على اي حاجه انا. تم تم شوف الرجال شوف الرجال. اعرف انا رايح فين مش ما تاخدنيش عليه. افرض خطفني يا غبي. احنا رايحين السمامة. افرض خطفني في السمامة. هيخطفك في السمامة يعمل بيك انت تخطف السمامة نفسها. اسمع فؤاد بنعلمك الحين كيف تصير طير بر. اوكي انا نفسي اكون طير بر. طيب اول شيء علمني يا اخي. اول شيء تنزل جيب الديزل هذا اول شيء. طيب وتاني حاجه؟ لا انزل خلاص عرفتها. تاني حاجه بقى؟ لا لا خش على اللي بعده واخلص. تعرف تشب النار خميس وجمعه بولع في مطبخ بيت اللي بقى سهله دي يعني. ضعت في البر. تخيلك ضعت في البر. ليه اضيع؟ ضعت هتسيبوني يعني ولا ايه؟ لا ضعنا في البر كله معنا جي بي اس. ما في شبكه. طب نتصرف كيف؟ كيف تتصرف؟ شرق شمال قول لي. طيب ما انا ما اعرفش. سهل تعرف سهل ده اللي هيرجعنا. بيداوم في الصحراء. سهيل ده نجم. لا نجم نجم هذا تتميز فيه الشمال شرق. طب بالله عليك انت تعرف سهيل ده؟ اي عارف. انت كذاب والله. كذاب والله العظيم كذاب. ولا تعرف ترجع وبتكذب عليا بس وعامل لي فيها قناص الصحراء. وانا مش كاشت معاك ونازل في الريست مروح. هذا طير البر. احلى طير بر. انت هتولعها في حجري. انت يا عم خليها معك بس. خليها معي. هي بتحطها يا اخي لازم عشان تصير طير بر. طير بر انت طير بر. ايش فيك؟ يلا حياه الديزل بالمر. كفو. امسك امسك. هذا عشان الليله. احلى. لا 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 احلى تربوع. يا عبد الرحمن يستاهل. بنتعشى بنتعشى عليه اليوم. مش انا حكمت. بينط 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 بينط. ولا حط حط حط. يا كلب يا حيط. ممكن تقول لي جوعان؟ بطلت انا اكل. بطلت خلاص. هعيش على السوائل. مش هاكل حاجه تاني خلاص. يقول ابغى اجرب القربيع. انا قلت هم فاهمني القربيع دي طيور. انا قلت هاكل قربوع محشي.